هذه الأبيات الشعرية أهديها لمنافق العصر الحديث، بعض النوعية من البشر فكرهم الوصول بأي طريقة، أحلام سيدهم أوامر، وكما يقولون شلوت سيادتك دفع للأمام، نفاق من أجل النفاق. إليهم أهدي هذه الأبيات الشعرية، اسمع واعرف صفات هذا المنافق. إذا يلقاك تلحظه كئيب الوجه والمنظر، إذا يلقاك تلحظه كئيب الوجه والمنظر، تساعده بمحنته ويصبح بعدها أكثر، تساعده بمحنته ويصبح بعدها أكثر، ويفجر في مخاصمة وفي صلح بدا أفجر، ولا أصل لمصدره فبئس الأصل والمصدر، وكل الناس تعرفه كذوب القول إن أخبر، ويصنع كل مشكلة ويضع اللوم في الأصغر، ويصنع كل مشكلة ويضع اللوم في الأصغر، يريد الناس يقتتلوا وحق دمائهم يهدر، فيبكي فوق جثتهم وفرحة قلبه أكثر، يقال لكافر شر وهذا شره أخطر، وفرد الظهر يشهده وفي البردين لا يظهر، وقال صيامنا فرد وبعد الفجر قد أفطر، ويعطي سائلا منا فلا يجزى ولا يؤجر، إله الكون عذبه صحيحا قبل أن يقبر، وإن يأتيك فاحرمه من الفردوس والكوثر.